احنا اصبح الملك لله ولا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. احنا في سوق التوفيقيه يوم الاربعاء معاكم قناه المواشي اليوم يوم 17/5/2023 وتعالوا نشوفوا اسعار الجاموس الوالد مع المعلم عيد بهجات بتاع حكوم حماده النجيد الله يبارك له ويصلح حاله. الجاموس الوالد صباح الخير يا معلم عيد، كل سنه طيب يا غالي، الله يقويك ويعينك ويصلح حالك وحال الجميع يا رب اللهم امين. الجو عامل ايه النهارده في التوفيقيه؟ والله يعني هو عيد كويس النهارده. يعني الاسعار احسن من السوق اللي فات ولا اقل؟ والله الاسعار زي ما هي زي ما هي. بسم الله ما شاء الله. خلاف ذكر ولا انت مع المين؟ احنا لسه باعين بنتين. باعين بنتين بسم الله ما شاء الله، يعني كده تنباع لبن. اللهم صل عليك يا نبي. البقر اللبن يا جماعه اهوت مع المعلم عيد، باعوا بنتها يا جماعه بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. اتفرج وملي عينيك وصلى على حبيبك النبي، اللهم صل عليك يا نبي. دبابه يا جماعه زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله. الله اكبر بسم الله ما شاء الله. ربنا يبارك للمال واصحاب المال وصاحب النصيب اللي هياخد المال. اللهم صل عليك يا نبي بسم الله ما شاء الله. الله اكبر الله اكبر. عامله ايه يا معلم عيد؟ السعر على الله السعر على الله ليش. السعر على الله يا جماعه. اهوت اللي عايز الجاموسه الطيبه ده يتواصل مع المعلم عيد. معاك حاجه غيرها تاني؟ مع الوالده ده. الوالده انهي؟ اللي بالجنب التاني دي. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. الله اكبر. خلافه ذكر ولا انتهى الاولانيه دي؟ دي اللي انباع نتاية. ماشي الله يبارك لك يا معلم عيد بسم الله ما شاء الله. دبابة يا جماعة بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. والدة برضو؟ دي والدة. الله أكبر. خلفها موجود؟ قدامها. اللهم صل عليك يا نبي. خلفها قدامها يا جماعة قدام الشايفين بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. اتفرج وملي عينيك وصلي على حبيبك النبي. الله أكبر الله اكبر. الخلف نتايا يا جماعه بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. الله اكبر الله اكبر بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. دبابه يا جماعه زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. ربنا يبارك للمال واصحاب المال وصاحب النصيب اللي هياخد المال. اذكر الله لا اله الا الله. خلي دايما في بقك ذكر الله. ربنا يبعد عنك وعننا البلاء. اللهم امين يا رب العالمين. دايما فكر نفسك بذكر الله، ربنا يبعد عنك البلاء يا رب. الله اكبر. دبابه يا جماعه زي ما انتم شايفين اهي. جرب الحلبات كده حوده مرحم. الله اكبر بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا مرحم. حنفيات اللبن يا جماعه بسم الله ما شاء الله. الله اكبر الله اكبر الله اكبر بسم الله ما شاء الله. الله ينور عليك يا حوده بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. بص عندي هنا حوده وانت بتحلب كده. الله اكبر بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. حنفيات اللبن يا جماعه بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. بس يا حوده يا عشان الارض الله يكرمك حبيبي بسم الله ما شاء الله. مال يا جماعه بسم الله ما شاء الله. حنفيات اللبن. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. زي ما انتم شايفين يا جماعه اهوت الحليب. الله اكبر الله يبارك لك يا حودي. المعلم محمود يا جماعه خلى الحلابه تحدف لبن لبعد 15 متر. صباح الفل يا معلم عيد. الله يبارك لكم. الله صلاه النبي. حلابات سالكه يا جماعه رزق اللي اشتري. وربنا يبارك للمال واصحاب المال وصاحب النصيب اللي اشتري. عامله كام يا معلم عيد؟ 65000 يا بلاش. والله يا جماعه بسم الله ما شاء الله. انا كنت حاطط لها نظريه اكتر من كده بسم الله ما شاء الله. 65000 يا جماعه بسم الله ما شاء الله. الله معلمين يا عمو. الله يبارك لك يا معلم عيد. انت ما بتشتغلش الا في المال الفاخر طول عمرك. والله كان معايا ثلاثة كنت عايزك طول عمرك مسمع في الغربية ومسمع في جميع الاسواق. الله يبارك لك ويصلح حالك يا معلم عيد. ادينا الرقم 010 93 50 72 4200. الله يبارك لك ويصلح حالك. اي حد يتواصل معاك تابع قناة المواشي اليوم بالله عليك تعمل معاي الحاجة الله يقويها ويعينها عليك عيشي ويصلح حالك يا رب. اللهم امين وحال الجميع. دايما خلي بوقك ذكر الله، ربنا يبعد عنك وعننا البلاء. اللهم امين يا رب العالمين. دايما عود حنكك على ذكر الله وقول لا اله الا الله. جبنا وداني. الله يبارك لكم. صباحك ابدا معلم عيد ومتشكرين وصباحك زي العسل. اللايك والاشتراك لقناه المواشي اليوم عشان يوصلكم الاسعار يوم بيوم. اشكركم على حسن المتابعه داخل مصر وخارج مصر. هنسيبكم في رعايه الله وامنه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا كبير صباحك ابيض.
الله يبارك لك وسط حالك وحال الجميع. دايما بتشتغلوا في الحياه النظيفه والحياه الفاخره. الله يبارك لكم. ان جيدكم حماده يا جماعه احسن تجار الجاموس. من حج محمد بهجات. الحج محمد بهجات الله يبارك لك يا حج محمد، وسط حالك صباحك ابد ان شاء الله. الرجاله فرجونا على البضاعه كله تمام. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.